يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم، يا علي يا عظيم، يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليه، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وأدخلني الجنة برحمتك يا رب.